حصاد الجنوب، أهلا بكم. أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي التزام المجلس بشراكته مع كل القوى المشاركة في المشاورات التي رعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشددت الهيئة في اجتماعها الذي عقدته مساء اليوم برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس على تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بالثوابت الوطنية الجنوبية، مطالبة كافة هيئات المجلس بتكثيف جهودها والعمل الجاد على تنفيذ مخرجات مشاورات الرياض والدفع باتجاه معالجة القضايا المتصلة بحياة الشعب في الجنوب. كما عبرت عن دعمها لجهود مجلس القيادة الرئاسي الهادفة معالجة الاختلالات وتوطيد دعائم الاستقرار الأمني والمعيشي، مشددة في السياق على العمل السريع لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعه الأول مع هيئة التشاور والمصالحة بالعاصمة عدن، وأكد المجتمعون على روح التوافق والشراكة كعنوان للمرحلة الانتقالية، فيما شدد رئيس مجلس القيادة ونوابه على ضرورة أن تكون هيئة التشاور والمصالحة عونا للمجلس لإنجاز مهامه الوطنية. وتوافق المجتمعون على اختيار رئاسة لهيئة التشاور والمصالحة برئاسة محمد الغيثي وعضوية كل من عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وجميل علي رجاء وأكرم العامري. التقى فريق الحوار الجنوبي الخارجي الأربعاء عددا من سلاطين وأمراء ومشايخ الجنوب المقيمين في المملكة العربية السعودية. وخلال اللقاء أكد نائب رئيس فريق الحوار أحمد عمر بن فريد على الدور الهام الذي لعبه السلاطين والمشايخ في التاريخ الجنوبي، داعيا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في صناعة ورسم مستقبل الجنوب والنظر إلى مستقبل الوطن الذي يتجاوز كل الخلافات وإحلال الحوار والتواصل منهجا بديلا لأي صراعات مسلحة. من جانبهم أكد سلاطين ومشايخ وأمراء الجنوب أهمية التكاتف والتلاحم ورص الصفوف والاستعداد لمستقبل يحفظ للأجيال أمنهم وحريتهم ووطن تسوده المساواة دون النظر للماضي إلا من باب أخذ العبر والاستفادة، مؤكدين مشاركتهم في أي حوار يلم الشمل ويحفظ للجنوب هويته. دشن نائب المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت علي الهميمي اليوم توزيع السلال الغذائية على أسر الشهداء بالمحافظة والمقدمة من الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. وتتضمن المنحة المقدمة من الرئيس الزبيدي نحو 700 سلة غذائية ستوزع على أسر الشهداء في مختلف مناطق ومديريات المحافظة لمساعدتهم على تجاوز الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.